بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. حنتكلم اليوم إن شاء الله في المحاضرة الخامسة الجزء الأول في جينس الستريبتوكوكاي. حنتكلم فقط ما هي الجنرال فيتشرز، ما هي السمات الأساسية لجينس الستريبتوكوكاي. إذا في نهاية هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل حنتكلم ما هي صفات أو مميزات جينس الستريبتوكوكاي. الصفة الأولى إنه هناك أكثر من 50 سبيشيز من جينس الستريبتوكوكاي اللي يهمونا كميديكال امبورتنس هم ثلاثة فقط. أول واحد اسمه ستريبت بايوجينيز، ثاني واحد اسمه ستريبت أجالاكتي، ثالث واحد اسمه ستريبت نيموني. هذول الثلاثة اللي يهمونا من الخمسين سبيشيز. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية إنه كل جينس الستريبتوكوكاي كلهم جرام بوزيتيف كوكاي وكمان أوفويد، يعني شكلهم كمان بيضاوي. الصفة الثالثة انه كل هؤلاء الجرام بوزيتيف كوكاي الارانجمنت حقهم بيكون ان تشين اور بيرز، يعني يا ينتظموا في سلسلة او كل ثنتين مع بعض اللي يقول عليهم زوج. هذا اللي حتشوفوه الان هو قضية كل البيرز، انه كل ثنتين مع بعض اللي يقول عليهم يا تشين يا بيرز. حيسأل سؤال إيش معنى هؤلاء انتظموا بالشكل ده في سلسلة؟ لأنه لو ما يحصل ديفيشن في جينس الستريبتوكوكاي، الديفيشن بيتم في one linear direction، في اتجاه واحد، فبالتالي كلما كان في اتجاه واحد كان في هيئة سلسلة أو في هيئة بيرز. هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة والمهمة جدا إنه كلهم ذول facultative anaerobes، واتفقنا على هذا المصطلح تماما. ما معنى facultative anaerobes؟ إنه الأساس فيها إنه ينمو في وجود الأكسجين، وبالتالي حتنتج طاقة هائلة قدرها 38 ATP. ممكن في الحالة الظروف الاستثنائية إنها تنمو في وسط obligate anaerobes حتنمو، لكن حتنتج طاقة ضعيفة 2 ATP. لكن الأساس زي ما اتفقنا، لو ما نقول مصطلح facultative anaerobes معناها انه حينمو في وجود الاكسجين، وبالتالي الطاقة المنتجة هي 38 ATP. الصفة الخامسة وهي صفة مهمة جدا، نقول عليهم جينس الستريبتوكوكاي ينمو في وسط الريتشد ميديا، وغالبا في طبق البلد اجار، ونسميها كمان نقول عليها فاستيديس بكتيريا، بمعنى اخر بكتيريا ما تقبلش بحد الكفاف، زي مثلا الستافيلوكوكاي اللي تكلمنا عليها تنمو في النيوترنت اجار، واي بيزل ريكويرمنتس تنمو فيها. هذا جينس الستريبتوكوكاي لا، عاوز مواد عاليه، عاوز دم، عاوز بروتين عشان ينمو، فبالتالي تنمو في الريتشد ميديا. الصفه السادسه والصفه المهمه جدا وهي مفتاح الستريبتوكوكاي انهم كاتاليز نيجاتيف، وهذه الصفه هي اللي تفرق بينها وبين جينس الستافيلوكوكاي. جينس الستافيلوكوكاي كانوا كاتاليز بوزيتيف، لكن جينس الستريبتوكوكاي كلهم كاتاليز نيجاتيف، وهذه هي زي ما قلنا مفتاح هذا الجينس، انه كل افراد العائله لا يحملوا او لا يمتلكوا انزيم الكاتاليز. كنت معكم فيما مضى من الوقت في محاضره صغيره جدا حول ما هي مواصفات الجينس الستريبتوكوكاي اللي هي الجنرال فيتشرز اوف ستريبتوكوكاي. شكرا جزيلا لكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.